سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم أجمل تحية وألتقي معكم أجمل لقاء من استاد نادي الكويت الرياضي لأنقل لكم اليوم هذه المباراة الودية بين نادي القادسية الرياضي وبين الاتحاد السكندري من جمهورية مصر العربية. فريق القادسية اليوم جاسم بهمن في حراسة المرمى، في خط الدفاع بيلعب عبد الله عيسى ويونس ضيف ورضا معرفي وسلطان يعقوب، في خط الوسط بيلعب سعود محمد فاروق ابراهيم عبد اللطيف الصيرفي، اما في خط الهجوم يلعب عيل بناي جاسم يعقوب وفيصل الدخيل. اما فريق الاتحاد السكندري فيمثل اليوم حسن عرابي في حراسة المرمى، في خط الدفاع بيلعب دفاع يمين محي الدين عثمان ويما احمد خليل وبوبو والسيد كروان، اما في خط الوسط بيلعب فكري مرسي وطلعت يوسف وشحته، اما في خط الهجوم فبيلعب رزق نصار وعصام شعبان وعادل البابلي. يحكم مباراة اليوم طاقم حكام مكون من عبد الرحمن الوكيل الحكم الدولي، وبيساعده في التحكيم عبد السلام الياقوت واحمد المسفر. عقوب سعود ابو حماد الغارسية، يعدي سعود وبيهوش بيلعبها قدام توصل الى البناء بن فرق ابراهيم ناحيه سعود ابو حماد، حط الراس على عقوب هو بيحط الجول، بعد ما يحط الجول فوق الهدف فوق الجول حلوه. سعود ناحيه اليمين بيلعبها الى يوسف ضيف جديد، لعبها يونس ضيف جديد بيلعبها، تلعب لفيصل الدخيل الى عبد الله عيسى بيعدي، عدى عبد الله عيسى وبتروح منه الكره وبتصلح مره ثانيه توصل، لكن في فاول في صفاره من حكم المباراه عبد الرحمن، في فاول على اللاعب البناي يونس ضيف اليوم بيلعب محل محمد الحربان، الحربان في اصابه وبرا للعلاج ان شاء الله يرجع بالسلامه. تلعب في النص توصل كره الى سعود ابو حمد، سعود كره معه ماخذها القادسيه وهذه كره مع سعود ابو حمد، سعود يلعبها الى فاروق ابراهيم، فاروق سعود ابو حمد عيل البناي فاروق ابراهيم، فاروق بيعليها ناحيه جاسم يعقوب، صلحها جاسم لفيصل الدخيل براسه بيرجع فيها فيصل الدخيل ويما سلطان يعقوب، غير راي فيصل الدخيل لعبها قدام جاسم يعقوب صلحها انما ياخذها من قدامه المدافع الاتحاد السكندري. جهه اليمين كره ملعوبه، كره ملعوبه اللي بيحضر الجول بيحضر الجول بيحضر الجول دار حارس بيحضر الجول، انما في صفاره في صفاره من حكم المباراه. تلعب ريم التماس توصل الى سيد كروان كره معه ستة فكري مرسي بيلعب الجول عليه خطا بيحضر الجول بيحضر الجول انما اخذها جاسم بامن، كان خارج برا الجول وبيحطها لورا حلوه ملعوبه انما جاسم بامن بيحصلها بيحطها بطيئه كلش، لعبها الى عادل بابلي، بابلي هات خذ هو ومعه بيلعبها على طول لسيماني اللي هو طلعت يوسف، كره معطيه الى عادل بابلي، عادل لعبها قدام كره حلوه ملعوبه لعادل بيحضر الجول ما يحطها وين يحطها بعيده برا الجول، بيلعبها لعادل بابلي ما تمر بياخذها عبد الله عيسى، كره مع عبد الله عيسى بيلعبها جهه اليمين فاروق ابراهيم، كره مع فاروق عبد الله عيسى، عبد الله عيسى كره معه بيلعبها قدام يباصيها غير سليمه بيلعبها رجع مره ثانيه توصل الى يونس ضيف، وضيف بيلعبها لفاروق ابراهيم وفاروق بيلعبها مره ثانيه الى سعود ابو حمد، سعود ابو حمد لفيصل الدخيل ودخل كره معه وبيعد الدخيل وعلاها الدخيل لجاسم يعقوب بيلعبها جاسم يعقوب الجول الجول جول جول البناي بيحطها داخل الجول في الدقيقة 13 في الدقيقة 13 في الدقيقة 13 البناي
اللعب سعود ابو حمد. سعود يلعب ناحية بس الى جاسم يعقوب داخل معاه بوبو جاسم يعقوب بعد بوبو كره بعد جاسم بيطلع جاسم عامر ربكه جاسم عامر ربية شمال كره معاه تلعب توصل لعادل بابلي جهه شمال كره مع عادل بابلي صلحها وماشي عادل بابلي بيحاول يعدي وعدي جهه شمال كره مع عادل بابلي صلح كره عطه بحط الجول بحط بعده بحط الجول بحط الجول انما بيحطها بتروح الكره برا الملعب كره حلوه ملعوبه كره حلوه كره مع فاروق يلعبها فاروق الى الصيرفي عبد اللطيف الصيرفي رضا معرفي قارسيه والاتحاد اسكندري كره مع رضا معرفي بيطول قدام ناحيه جاسم يعقوب كره معه بيحطها بالجول الله رفينا ما تمر معه توصل مره ثانيه للاتحاد السندري جهه شمال عادل بابلي عادل بابلي بيحاول يعدي من يونس ضيف عادل بابلي يلعبها عادل بابلي صراحه بيحطها بالجول بيحطها بالجول لما بيحطها بين حارس المرمى سلطان يعقوب كره معه بيلعبها بيطولها قدام سلطان يعقوب ناحيه جاسم يعقوب جاسم يصلحها بيحط الجول وحط الجول جول 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 الفني ويحط الجول الله فرصة أغلى من ذهبية بنفس الوقت الألوان راح تكون طبعا تختلف عليهم فلذلك لما يلبس فيلة مخالفة طبعا حسب القانون إن حارس المرمى يلبس فيلة مخالفة للفريقين تلعب الكورنر بيحط الجول جاسم الله بيحط يضرب العارضة بيحط جاسم الجول تضرب العارضة ولعبها الى البناء البناء يلعب لفاروق جهة اليمين كرة ملعوبة فاروق بيعليها لجاسم وبيعليها فاروق جاسم بيحط الجول ما يبعدها احمد خليل سي اخطر القادسية لحد الان هو اللي اخطر وهو اللي باجي تقريبا خمس دقائق نهاية الشوط الاولاني والقادسية واحد اتحاد اسكندراني لا شك كرة ملعوبة كرة تلعب تحط الجول جول جول الله جول جول سعود ابو حمد بيحطها براسه حلوه فاروق بيعليها على سعود ابو حمد بيحطها براسه بس يحطها براسه عاطي بيحطها براسه بيحطها على يمين حارس المرمى اللي مهار سرور بيحط الجول الثاني في الدقيقه 40 حلوه 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 مين حارس المرمى سجل الجول الثاني جاسم يعقوب يا عبد الله عيسى فاروق 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 عطى فيصل عطاها فيصل فيصل عطى عطى فوت فيصل فات فيصل وطلع فيصل طلع ودور طلعها 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 وحط ورا الجول وحط ورا الجول ما اكبر وبيطلع مره ثانيه طلع في عرض الملعب توصل الى ما يبعدها وتوصل مره ثانيه وبتوصل الى عيل البناي كره مع البناي بيحصل البناي كره معاه البناي بيحصل عاد البناي ما اخذها من قدام اللاعب اسكندراني تلعب توصل بيد حارس المرمى كره ملعوبه من محي الدين عثمان لاعبها على طول الشمال هو عادل بابلي الدفاع الجناح الشمال عادل بابلي لعب كورة في خطرة ملعبه يطلع حارس مرمى توصل الى سعود ابو حمد يعيد سعود ابو حمد صلح في النص كورة محصورة النص ولا على حدلان توصل للصيرفي بيلعبها ناحية فاروق بياخذها وشايد جول 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 ما تطلع جنب القائم اليمين تطلع الكرة برا الملعب اتحاد يلعبها الى محي الدين بيطولها يقطعها توصل مرة ثانية في نص الملعب الى رزق رمضان ياخذها رضا معرفي رضا معرفي لسلطان يعقوب سلطان الى حمد ابو حمد الى سعود ابو حمد اخوه سعود ابو حمد كره معه بيحصلها نفسه سعود بيلعبها قدام سعود ابو حمد الى فيصل الدخيل كره مع فيصل الدخيل بيحاول يعدي وعدي الدخيل جاب الجول وحط الجول جول جول الله يا 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 دخيل يا دخيل كره حلوه من غول اقرا النقاط حلوين سعود حمد حمد دخيل الدخيل سوى كذي بس سوى كذي وحطها وحط يمينه على يمين حارس المرمى حطها جول جول الدخيل جول الدخيل في الدقيقه 10 في الدقيقه 10 في الدقيقه 10 الدخيل 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 كره حلوه حلوه من قلب الغلط الدخيل بيحط الهدف يطلعها وسانتا كورا بيطلعها حارس المرمى جاسم بابا فوق العارضه برا الملعب كونر عبد الله عيسى اللي بيخطفها من قدام رمضان رزق رمضان رزق رمضان شو رزق نصار تلعب صلح على جاسم يعقوب كرة مع جاسم يحاول عند جاسم وعند جاسم وعند جاسم وعند جاسم بنالتي بنالتي جاسم عدى وعرقلة من بوبو وعرقلة من بوبو وعرقلة من بوبو لجاسم يعقوب ضربة جزاء توني قاعد اقول توني قاعد عن ضربة الجزاء اللي حطها الخولي
اللي حط الخولي على العصور لما اشترك مع احمد عيد في الاسكندرية ايضا حصل امر ضربة جزاء. في الدقيقة الربع في الربع ساعة في الدقيقة 15 قاسم لما انفرد عرقلة بوبو وبرنتي قاسم هبو جوه. اوت حطها جاسم اوت حطها جاسم اوت. شحته بيلعبها الى عادل بابلي كره مع عادل بابلي اللي بيحاول يعدي عادل بابلي عده كره معه بيحاول يمر يصل لاعب عرض الملعب بيحاول يحصل بيحطها بالجول بيحطها بالجول بيحطها بالجول بيحطها بالجول الله بيحطها بالجول. وحيد محمد بياخذها فاروق ابراهيم سعود ابو حمد سعود الفصل اللي جاسم يعقوب كره مع جاسم جاسم مع محي الدين كره مع جاسم صلحها بعرض بعرض وصل الدخيل بعد الجول الله حلوه حلوه لمسات حلوه على طول جاسم طلعها فيصل الدخيل من غير اي لمسه اول لمسه حطها بالجول الى محي محي بيلعبها قدام لاعب شمالي بيلعب محي يطلعها عبد الله عيسى توصل مره ثانيه جت شدوا حلوه انما جاسم بهمن حلوه بيطلعها فوق العارضه حلوه حاطها بالجول حاطها بالجول حلوه انما جاسم بهمن فيصل الدخيل يقطعها محي الدين ياخذها سعود ابو حمد سعود بيلعبها لفيصل الدخيل يا اما جاسم يعقوب الى حمد ابو حمد حمد ابو الجول حمد ابو الجول حمد ابو الجول حمد ابو الجول وعدى بالجول يا محمد طالت 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 خلاص طالت طالت منه طالت منه طالت منه طالت اللعب الفاول يبعدها جاسم بهم بيطلعها فوق العارضه برا الملعب او توصل الى فيصل الدخيل فاروق ابراهيم فرق وصل الدخيل جاب الجول نفس الكره حطت الجول وصل الدخيل مراد طلع بعد طلع بعد ملعبه بعد ما طلع بعد الجول الله ما كان متوقعها صيرفي المصري انما ايضا قدر الهجوم القادسيه كره ملعوبه انما يبعدها عبد الله عيسى وشايت عبد الله عيسى حطت بيها بيحط الجول جول 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 كره حلوه بصلاح عبد الله عيسى بيحط راسه فيها كره من غير لازمه بيحط راسه فيها عبد الله عيسى بيحط راسه عبد الله عيسى كره هو طلعها بريلر ما بيحطها بالجول بيحطها بالجول. الهدف الاول الهدف الاول رقم 12 اللي هو محمد نور محمد نور في الدقيقه 35 محمد نور بيحط الهدف الاول محمد نور رقم 12 كره بيتصلح لعبد الله عيسى بيلعبها براسه وبيحطها توصل رضا معرفي رضا معرفي كره معاه بيلعبها توصل الى سعود ابو حمد هذا القادسية ونشاط التعسكر النراني